بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا خنقرتي بؤورة أما أنت سلامة قدو درسي شنفة فولة سنة تمتر برا قدرو واي حديثة شداد بن أوسي برشد ديبنا رضي الله عنه رب سراجالته عن شداد بن أوسي شداد الموسي روديسي رضي الله عنه رب سراجالته قال نجي ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتو تلمان ارقما ربي را حفظيا ارقما ربي را برد ايجي وانتو تلما ارقما ربي راهم برد ايجي قال نجي إن الله ربي كتباني بالرئيسي دير كما قولي الإحسان تلتو دلقو قاري دلقو دير كما قولي ايا على كل شيء وان هند خيست وان هندرت تلتو دخانو قاري دلقو ربي سبحانه وتعالى دير كما قولي ايدي فإذا قتلتم يروني في وأجيفتن يروني في وانما ميلا أجيفتن تكاو يرمى وأجيفتن فأحسنوا تلتا القتلة وان سنغرتي وان تلت وان أجيفتن سن تلتا أجيسا يتوخن إرقم ربي رأين حفظ يدي وقوانتك أجيسا لبو تنقر عرن وان تلتا نوميلوتو وان وفريو تانان وقوانتك لبو رباسا يرمتك وان لبو رباسا دوكا وان يتو خناب ميلو وان سنهنتات وان وإذا ذبحتم يروان تقرأت أنا مو قرون وأنك قرته رئي كنوته قالته هريته وأنتوا أدد وأنت في ذم ولا كلام كنا فأحسنوا تلتا الذبحة كالإنسان تلتا لا أكبت تلتا جنان وليحد أحدكم تكون كيسن هاكرته شفرته وجن أبليس هاكرته جي فليريح ذبيحته وان كانوا ديهم سين لي هار هاجل بتيسو يا ترى واي تخنن مشان تخنن وان يا تخنن سمبودا كرتي قبل درو كرتو ليسي دوبا كرتي تشو لبو لبو ما سمبودا روبي حكومتا كشف غير را مرودو مروتو كرتي وان غاري داجيت نورسي تشو مع الحديث هيك ندي سخنا ما تشو يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم ركما ربي نخو خاص في هذا الحديث حديث خنا كيست على الاحسان في كل شيء وان هون دخيس تغتي غاري دلغو من الاعمال هو جوانرة الإحسان في العبادات قبلت ربي خيست قاري دلقو بأن نأتي بها على الوجه الكامل الصحيح قبلت ربي خيست تقرتي خرا ربي نور برباتيس خرا ربي نور برباتيس خيست أقرتي خرا صحيحا أفور برب أقرتي نور سجادي الإحسان في المعاملاتنا في معاملاتنا أما اللي وان هو جنو خيستي وان هو جنو خيست معاملات مع الناس وان ما وجه هو جن خواسه وجه وان هو جنو خيستي بأن نعطي كل ذي حق حقه وهم دافو حق اساك خنو دين وهم دافو حق اسا خنو في دندو اكقبنون برسيايا ونرشد ام اللي الناس الى الخير نما خن اللي حواس اللي غرتك خار خيري قتيل شنو نبرسيايا ونطيب لهم الكلام يتلك تجاري اغرتي سايدي شنو نبرسيساجي وتبسم في وجوه اخواننا الى اخره حديث كون غرتي وانتو تجاري فولا سيقو رافي سلامتا ولي تشرافي وانتو ادد غرتي خليفه المسلمه غورو كبو هدونا نبرسي ساجي عملو دون غاري خغرتي ننم سلمى اقول هوجتو قبو نبرسي سايا الى اخره الاحسان للحيوانات اي من ما قفامتي حيوان الددة واللبو قبال هند تكغرتي غاري دلين بان لا نؤذيهم انسان قطاتو ابو رت نو خاص حديث كوني اكن في سان قطان اكيسان مينتي اغرتي نو خاص واذا قتلنا حيوانا لاذيه لنا فغرتي حيوانتك نميده فلا نعذبه وانسن كمليه انكتان وانسن وكذلك إذا أردنا انكتانو حكمتك كمليه ربو الرباس والدولة اكا كمليه برسيجة وكذلك يكون مثلا إذا أردنا ذبح حيوان قافة قرتي بيريدا قرأت شو رباني لنأكله ونأتو لاف فلا نعذبه اكا قرتي وإسيسا اكا انكتاني حكمتك اكا قرتي شاف قوني رابوري اتفايدا نو برسيجة طيب مناقشة أكمل العبارات الآتية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب فإذا قتلتم وإذا ذبحتم تقول ناجو الإحسان في العبادات هو أن نأتي بها على وجه الصحيح لقوا وصف إحسانة عبادة كتبتي خرا قاري لتنفور هذه خرا قاري لأن عبادة في دور هذه لقوا وصف الإحسان في معاملاتنا قاري وجرين خيستي اللي ما نواتي وجين وان قلتي حقا الرجل سن حقاسا يتخنوا هذه لقوا وصف الإحسان في الحيوانات أن نؤذيهم قاريد لقون حيوانات التي يسامي لولاجي فنقال لقم وصبا إن شاء الله أسر لا لودن ديني أسر رأي لا لودن ديني خناف
بالإسلام برنوت خي نقرتي خن حديثة درسين تون تدمراتي عديز أقرتي كجوابا خنا يوني في ربي سبحانه وتعالى إيسا خنا برني الرافي دوني نمر رافي دوم ربنا هاقولو ورا قرتي ربي سبحانه وتعالى الرجالة ربنا هاقولو خناف هدي خيري تراقون دنيا في آخرة ملكي لقبدي ارجم ربي عليه الصلاة والسلام أمال لي أكسان وجلتي وان قاري وهم نماج جراجو خيشت بيلي داو جراجو خيشتي وان قاري وبرسياني خناف قاري هاج أرانو سنجا قراتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.